أما سوزان نجم الدين فلسه مكملة في نشاطاتها، وكان آخر مشاركتها في مهرجان السينما العربية في الإسكندرية، وكمان خدت لقب ملكة الأناقة من لجنة مهرجان السياحة العربية. بس قبل كده كانت شاركت مع النجوم في رحلة ستارز أون بورد الصيف ده، وصبحي قابلها. الصيفية كانت حلوة كتير. دايما عم دور. فمن بعد لاس فيغاس وأورلاندو شفناها باليونان عم تختبر الرماية على الصحون، وبلبنان ومصر التقت بأصحابها واستمتعت بالبحر بالساحل الشمالي وبحوار عميق مع عادل إمام. أحلى ديستنيشن قضيتيه؟ تعرف انبسطت كتير بالساحل المصري، كتير قضيت وقت. انتبهت على السوق؟ مع أصدقائي مع رفقاتي مع الفنانين كلهم كانوا هنيك أصدقائنا، فانبسطنا وتسلينا وسبحنا ونحرقنا. أنا بشوفك إنك أنت صاحبة مع الجيل مو القديم بس الجيل الكبير. صدفت إنه أنا من أول ما وعيت على الدنيا تعرفت على كل الكبار، لأنه كنا نجتمع كتير بمهرجانات، تعرفت على كل هيدا الجيل بالمهرجانات لأنه هن اللي كانوا يندعوا للمهرجانات. طيب والجيل الجديد؟ الجيل الجديد كمان كله يعني صاحبي أنا وياهم كتير، بس هن ما كتير عندهم أكتيفيتيز، فبتلاقيهم شوي وبالساحل المصري مش موجودين، كل الكبار هونيك. فشفناها مع رجاء الجداوي، لبلبة ونبيل عبيد وبوسي شلبي وغيرهم من النجوم عم يحتفلوا بعيد ميلاد المنتج سمير خفاجي، ويمكن قربة من هالجيل هو السبب اللي عم يخليها تكون بيكي باختياراتها للأدوار وغيابها عن البان أرب. أنا ما شفتك بدور من البان أرب هيك يعني بيليق فيكي. أنا عم بعتذر كتير عن البان أرب لأنه ما عم لاقي بان أرب تقيل، يعني مع احترامي لكل اللي طلعوا طبعا ما الكل انعرض علي أكيد، بس في أعمال حلوة في أعمال بصراحة بان أرب على الفاضي. مثل شو من بان أرب كان ممكن تشتغلي فيه؟ مثلا هيبة هيك شيء؟ لا ما لي دور فيهم هدول، كل واحد له دوره له مكانته له مكانه، فما لا ما لي أكيد. ولكن ممكن نشوفها بدور بان أرب قريبا. بقرب بان أرب هون. وين هون؟ هون بدبي. فكرت حالي بدبي. احنا بإسبانيا. فكرت حالي زمان احنا بإسبانيا. تقولهم انت بنلتقى هون بدبي. هون يعني بدبي. يعني شكله من إرهاق الرحلة تعبت سوزان وما ركزت أصلا إنها هي كانت بإسبانيا، بس مع هيك قدرنا نعرف منها إنه المشروع بعده مش رسمي وإنها عم تقرأ حاليا دورين جداد. ده حقيقي، والسيناريوهات دي هي واحد منهم لفيلم والتاني لمسلسل، وهم الاثنين هيكونوا في مصر.